معانا وليد علي صاحب اختراع توفير مياه الوضوء والاستحمام والغسيل وإعادة تدويرها في عملية الزراعة. وليد مش لا ينتمي لأكاديمية البحث العلمي، صحيح يا وليد؟ أهلا بيك يا وليد معانا في البيت بيتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. وليد احكي لي ايه مشكلتك؟ والله المشكله هي مشكله شباب كتير جدا انا لامسهم، لان احنا جمعيه بتعني بالمبتكرين اسمها جمعيه بنك الافكار من 2009 اي واحنا موجودين على ارض الواقع، اي وانبثق منها الدار العربيه المصريه للمخترعين، وانبثق منها كيانات كتير جدا وجروبات كتير جدا بتحاول تضم المخترعين من كل مكان عشان نحاول نعمل حاجه بره الصندوق، لان الصندوق بصراحه ما عملناش حاجه. علاقتنا باكاديميه البحث العلمي هي علاقه الابداع، محضر الابداع، وبعد كده بتطول السنين، بتطول السنين علشان يتعمل لي فحص فني او غيره او الكلام ده كله. يا ريت تقول الفلوس على الهوا كده. مشكلتي يا ريت تقول ايه؟ طب يا وليد كلم دكتور محمود محمد صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي، اتفضل يا دكتور معاك وليد. ايوه وليد، بيطلبوا ايوه فلوس قد دكتور. ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا دكتور. الفلوس اللي الاكاديميه بتطلبك بيها يا وليد، قول للناس على الهوا الاكاديميه بتطلب منك فلوس قد ايه عشان الابتكار بتاعك او الفكره بتاعتك بتحميها. هو انا بسجل ب 150 جنيه. ايوه. تمام؟ ايوه. كل فكره بسجلها ب 150 جنيه. طيب. جميل؟ طبعا انا مشكلتي مش في التسجيل يا دكتور، انا مشكلتي في الاحتواء. ايوه. انا كمبتكر قدمت نعم. من 2012 فكره توفير مياه الوضوء، وكنت يعني نفسي اعمل حاجه، نفسي انفع بلدي، نفسي اقدم حاجه لبلدي. تمام. وفوجئت بعد 3 سنين ان الفكره اترفضت، واترفضت من غير ما حتى يفحصوا الجهاز، مع ان الاستاذ احمد الشقيري الاعلامي في برنامج خواطر اتبنى الفكره وجبنا موافقه من وزير الاوقاف، وتم عمل تجربه في احد المساجد، وبعد كده بدانا نطور في التجربه لما ظهر فيها بعض المشاكل الفنيه، وحاليا دلوقتي خرجت التجربه في الصوره النهائيه في صوره منتج خلاص، يعني بيتجاب له دلوقتي القياسات بتاعته من كليه الهندسه والمركز القومي للبحوث عشان نقيس بالظبط هو هيوفر ميه قد ايه. انا مشكلتي مش مع اكاديميه البحث العلمي، انا مشكلتي في الاحتضان. انا ما عنديش مكان يحتضنني، انا كمبتكر انا ممكن اخطا. طب وليد، انت سمحت عن برنامج الحضانات في الاكاديميه؟ نعم. انت من انهي اقليم؟ انت منين يا وليد؟ انا من القاهره يا فندم، انا من القاهره. انا حضرتك مين الجهه اللي المفروض تحتضن حد زي وليد؟ احنا اللي المفروض كنت قدمت حضرتك في القاهره تبتكر مسابقه القاهره احنا تبتكر اللي المفروض بابتكار بابتكار عباره عن وحده خلط المطهرات مع مياه الشطاف، واترفضت من غير ما يشوف النموذج اللي انا عامله، وصرفت عليه الافات، يعني انا صرفت من مرتبي لدرجه ان انا سبت شغلي بسبب الابتكارات، لاني مش قادر ان انا اوصل ما بين ده وما بين ده. واشتغلت في العمل الحر، واتبنى الفكره احد رجال الاعمال العاملين في مجال الادوات الصحيه، وعمل لها دراسه جدوى، وحاليا دلوقتي بيتم انتاجها. ليه الاكاديميه رفضتها؟ ده سؤال. ده سؤال، مع ان المنتج هينزل السوق قريب جدا وهيستخدمه كل الناس. دكتور محمود، هل حضرتك عندك تاني. اجابه؟ دقيقه واحده يا وليد. وليد دقيقه واحده. كمبتكر. ويا أنا وليد كمبتكر. يا وليد اسمعني واحده واحده بس، انا عارفه ومقدره حماستك، بس لا لا واحده لا. واحده عشان نجاوب على سؤال سؤال. ليه الاكاديميه يعني ما تحتضنش واحد زي وليد؟ تحتضن وليد، هو بس وليد عنده مشكلتين. مشكلته ليه فكرته دي ما تمش قبولها كبراءه اختراع؟ وبعدين الاحتضان ده موضوع تاني. الاحتضان ده ماشي، نتكلم في الاحتضان. ما انا قلت لحضرتك مش كل فكره يعني فحص الفكره وانها تصلح براءه اختراع او لا تصلح مش بايدي انا، انا مش رئيس الاكاديميه، انا اللي بقول ده ياخد براءه وده ما ياخدش براءه، ده فحص فني يا دكتور. وفحص في قواعد البيانات العالميه. لو سمحت خلينا اكمل المعلومه، خلي بس على الدكتور يكمل كلامه وحضرتك رد عليه، بس يكمل فكرته عشان نسمع بقيه الفكره. اتفضل يا دكتور. ليه في 2000 طلب بيتقدموا لمكتب براءات الاختراع؟ ماشي، اللي بيقبل منهم كبراءه 80 85 طلب. اذا في يعني من ال 2000 دول 2000 طلب بيتقدموا، في اكتر من 1900 طلب بيترفضوا. بيترفضوا ليه؟ ليه هو تعسف ولا ليه؟ احنا عايزين عدد البراءات عندنا يقل؟ انا اقول لحضرتك بيترفضوا ليه بعد انا اللي اقول يعني. انا اللي اقول لحضرتك، ما تقولش نسمع كمل فكرته وحضرتك هنسمعك، بس كمل فكرته لان حضرتك يا فندم
الناس الفنيين في مكتب براءات الاختراع بياخدوا الفكرة دي ويخشوا على قواعد البيانات العالمية. مكتب براءات الاختراع ده مكتب فحص دولي متصل بكل مكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم. لو الفكرة دي أو فكرة مماثلة لها أو شبيهة لها في أي دولة من دول العالم موجودة بتترفض أوتوماتيك. طيب ده مش معناها أنا إن ملهاش قيمة. طيب لا 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 هقول لحضرتك كلام منطقي مع حضرتك. تمام. اولا الفكره بتترفض ليه؟ اولا اللي موجودين في اكاديميه البحث العلمي موظفين ما لهمش اي علاقه بالابتكار او بالاختراع او بالبحث العلمي، مجرد موظف. تمام. يعني ايه مجرد موظف؟ مجرد موظف، هو مش باحث علمي، هو مش مبتكر، هو موظف بيأدي وظيفه. حضرتك بتتكلم ان انا النهارده بقدم فكره. يا فندم بقول لحضرتك انا عارفه حضرتك، عارفه حضرتك من المنظمه الدوليه للمكافئه الفكريه، عارفه حضرتك اللفظ الدارج جوه الاكاديميه لشهاده براءه الاختراع ايه؟ ايه؟ الكرتونه. الكرتونه؟ الكرتونه يعني ايه؟ الكرتونه اللي هي الشهاده اللي بياخدوها دي. شهاده كرتونه. طب تمام يا وليد، هل حقيقي بينطبق على الورقه بتاعت براءه اختراعك شهاده براءه اختراعك الكرتونه؟ يا وليد انت سامعني؟ أيوة يا وليد. ايوه يا فندم. انت معاك الكرتونه يا وليد؟ الكرتونه يا فندم. هل صحيح انه الورقه اللي انت خدتها علشان تشهد ان دي براءه اختراعك، هل صحيح ان دي يعني بيطلق عليها الكرتونه في اكاديميه البحث العلمي؟ لا المصطلح ده انا ما اعرفوش بصراحه. طيب وليد قول لي بقى، كان الجزء الثاني من كلامك كمله علشان اشكرك ونناقش بقيه الموضوع مع الاساتذه اللي معاك. ربنا يخليك يا فندم. انا كل المقترح اللي انا بقترحه بس ان المبتكر ده ما هوش مجرد حد ده المفروض ان الدوله تحتضنه وان البحث العلمي يحتضنه لمجرد انه فكر وشذ عن القطيع. المبتكر ده كان في ناس كثيره احبطت وسافرت، وفي ناس كثيره احبطت وتركت البحث العلمي، في ناس كثيره احبطت وبعدت عن مجال البحث العلمي لمجرد انه اصطدم بصخره رد الفعل. يعني لا ما عندكش ابتكار، انت مش مبتكر، انت مش مخترع، يلا بره. لا احنا عايزين نحتضن الناس دي. شكرا يا وليد، وصلت فكرتك. وليد علي صاحب براءة اختراع توفير مياه الوضوء والاستحمام والغسيل. واتمنى يا وليد انك ما تحبطش وانك تناضل. لا يا فندم، لا يا فندم، انا بحب موجود معانا علشان يمكن نقدر نعمل حاجه في يوم ما. يا فندم انا بحترم الدكتور محمود، وطبعا مقدر المسؤوليه اللي هو فوق كتافه، وعارف ان هو يعني وارث ميراث للاسف. طيب. الشديد. طب نعمل مقابله يا وليد بينك وبين دكتور محمود. يجي لك يا وليد امتى؟ امتى يجي لك المكتب؟ وليد يجي في اي وقت والله. امتى؟ طب امتى حضرتك موجود في المكتب؟ يجي لك يوم السبت. السبت الساعه كام؟ هنعمل معاه ده اهو يا وليد على الهوا. البيت بيتك هيحل لك مشكلتك على الهوا. الساعه 9 الصبح. السبت 9 الصبح. مشاكل بيني وبين الاكاديميه. طيب خلاص المشاكل اللي انت اتكلمت فيها، مش انت بتقول عايز حد يحتضنك؟ يا وليد بجد فهمنا يا وليد، انت عاوز حد يحتضنك صح؟ احنا وجهناك لاكاديميه البحث العلمي، ودكتور محمود هيستناك يوم السبت الساعه 9، اتفقنا؟ وهنرجع نتواصل معاك. شكرا ليك يا وليد، شكرا جزيلا. خلاص.